كابيتانو حبيبي ابو النصر طبعا من النجوم اللي كمان يعني طبعا مين كباتن الفرقه، واحنا عارفين دور الكباتن حتى على مستوى كره القدم دور الكباتن بيبقى دور مهم جدا. المدير الفني بيقوم بدوره الفني بشكل كبير، لكن جوه الملعب بتبقى الموضوع مختلف تماما، ودور الكابتن بيكون دور مهم. كلمنا عن الدور دوت، دور الكباتن في الظروف الصعبه اللي مرت بيها الفرقه. احنا بنتكلم على نجوم كتيره جدا غايبه لكورونا، بنتكلم على اصابات، بنتكلم على اول مره اعرف توتر قبل المباراه، الطبيعي ما بيكونش قبل المباراه النهائيه. دور الكباتن كان ايه في الفتره الصعبه دي؟ والله بص، هو حضرتك بتتكلم منطق الكباتن ده طبعا بيبدا من اول الموسم في احتواء الصفقات الجديده اللي جايه للفرقه اصلا. طبعا بتبقى انت عايز الناس الجديده اللي جايه دي انها تدخل جوه الفرقه، عشان كمان احنا اتحطينا في ظروف السنه دي ان ما كانش في زي اوف سيزون بين السيزون اللي فات وفي السيزون الجديد، كانت الفتره قصيره قوي والفرقه ما لحقتش انها تتجمع مع بعض. بس الحمد لله يعني هو الناس معظمها الجديده اللي جت انها كلها كنا مع بعض في منتخبات وكنا باصحاب بره الفرقه، مش جداد عليكم يعني. مش جداد علينا بالظبط. يوم الماتش ده طبعا زي ما حاتم واحمد بيقول، ده كان يعني سبيشال سيتويشن كده، يعني كان موضوع صعب جدا ان احنا نركز في الماتش في الاجواء اللي كانت موجوده، وبالذات ان احنا لحد قبل الماتش بساعه او ساعه ونص احنا لسه ما خدناش اجواء الماتش. بس اول ما اتجمعنا وعرفنا ان خلاص احنا هنلعب بالحالات، مين اللي هيلعب، مين بره مين جوه، احنا كلاعيبه اتجمعنا مع بعض قلنا خلاص احنا ننسى كل اللي فات، احنا دلوقتي دي بطوله حرام انها تضيع مننا. طبعا الناس الكبيره اذا كان مودي الجرحي او ابراهيم الجمال، ناس كباتن فرقه كمان اللي اكبر مني سنا، ليهم دور ان هم بنجمع بعض احنا كلاعيبه بعيد عن الجهاز الفني، ان احنا المفروض نلم بعض كلاعيبه، احنا مش صغيرين، حرام نضيع مجهودنا يعني كلها ساعتين يا اما تاخد بطوله يا اما تخسر. لازم تبقى جوه البطوله تنسى نفسك ان انت بره خلاص المشاكل اللي عدت دي كلها، والحمد لله يعني قدرنا نلم بعض وندخل جوه اجواء الماتش يعني.